تلقى بريك معناها مساكن حتى كل معناها كصغار الحرفيين هذوك مساد وزير تلقاه مسكين الظلام ما ينجمش بيا ما عندوش حتى معناها سال ديكسبو ولا كل بريكه كيفاش معموله تنفر السائح ما تخليهش يدخل يقول لك انا باش ندخل فيها الظلام ولا تلقى حتى طريقه العرض نتاع الحاجات اللي ذيكم يخدم اذاكم راس مال وذاك البلان سيزون تاعو كان ما باعش وقتها ما عادش يبيع. فما توا فما مشاريع خاصه مع لي باير دو فون في اتجاه معناها تحسين برشا ظروف نتاع عمل كسوا لي زارتيزون ولا المناطق هذه الحرفيه والمدينه. فما الحقيقه توا فما توجه كبير تحسه من عند لي باير دو فون اليونيون اوروبيان بصفه عامه اليو اس اي دي اللي تبع امريكا كل شيء في الاتجاه السياحه كل ما هو سياحه بديله وسياحه معناها ثقافيه وهذا باش يعطي وجه شانتي كبير وفي برشا فلوس وان شاء الله يمشي في حقيقته في حقه واحنا ان شاء الله بعد ما نتعداو الكوفيد محنة هذه مش ننكبوا على الصحيح انا نعتبر هذه بصراحه معناها بارونتيز انا واحد من الناس في حياتي بارونتيز اللي صار لي في 3 شهور عمري ما استنيت 46 سنه عمري ما شفته معناها شيء كبير شيء كبير معناها بالحق على كل النواحي دونك مش مشكله توا اللي صار انا برشا يقولوا لي انت ديما تضحك ديما شوف الاسبوار الدنيا ما غير اسبوار ما غير امل ما نمشيو نعملوا حاجه اخرى ديما نضحك وديما معناها مأمل في بلادي وديما عندي ثقه في المهنيين وعندي ثقه في لي زارتيزون وعندي ثقه في الادله وعندي ثقه في السياحه فهمني ولا وعندي ثقه انه تونس مش تولي متفائل محمد علي التوني على الرغم من الصعوبات هذه متفائل شفت وسط هذا كل انا متفائل وانا متاكد اللي باش نخرجوا منها ومتاكد اللي السياحه تذكرني بعد 4-5 سنين تذكرني لانه راهو شوف انا كي جيت اول انترفيو اعطيته ضحكوا عليا قلت لهم تونس 2035 شو يحكي هذا؟ شي يخرف والله العظيم التعليق كل شيء خرف انا هكا ما نجمش نخدم على اليوم الرؤية. انا نخدم قدام ايه؟ عندي برنامج نعرف اللي مش سهل مش نلقى صعوبات هذا نعرفها من الاول دونك مع الناس وكل كان النقص اما خاطر زادت